صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بصبح عليكم. والحقيقه انا عايز اتكلم مع الشخصيه اللي انا بحبها، ولكن انا عايز ارتقي شويه، مش عايز اتكلم مباشره مع الشخصيه اللي انا بحبها. هتكلم مع القوى الكونيه. احنا متفقين ان في قوه خلقتنا جميعا، تمام؟ يعني ممكن اتفق معاك وفي هذا الادفاء المنطقي، ان في قوة عليا عظمى هي اللي خلقتنا وانشأت هذا وخلقت هذا الكون وكده. انا لا اسيء لاي دين، الاديان كلها فيها ما هو صحيح وما هو لا يقبله هذا العقل، سواء هذا العقل كان ضعيف قاصر او قوي. وهناك سياسات قديما حصلت علشان خاطر السيطرة على الجموع، فأنشأت المعجزات أو اختلقت المعجزات واختلقت الأشياء التي لا يقبلها العقل. هناك عقل، أكيد العقل ده اللي هو جوه دماغي هو الحياة. أنا اتخلقت، فاتخلقت في عقل، فهذا العقل له قوانين كونية زي القوانين الكونية اللي احنا بنعيش فيها. فهذه القوانين الكونية اللي جوه عالي لا تقبل ان في طين مدفوف عليه تشفي اعمى، لا تقبل ان الحاجات دي، يعني هناك عقول تبلع هذا الكلام، وهناك سياسات ان انت احنا استلمناها كده وربنا قال كده وعقلك قاصر وحاجات زي كده. فانا بقول انا عايز اتكلم مع القوى الكونية اللي هي خلقت. هي هناك ناس بتقول لازم يكون في روح قدس علشان تقبل هذا الكلام. فانا هقول حاجه دلوقتي، في حب، الحب ده هو في قلب، فالقلب ده هو اللي بيوجهنا وهو اللي بيمشينا فعلا. انا من افكار ان انت بتشوف قلبك بيعمل ايه، وخليك ورا قلبك، بس خد معاك عقلك، وبعدين خد امشي بقى في الطريق ده ما دام مشيت فيه بكل إرادتك وبكل طاقتك. فأنا بعمل ده. فالحقيقة أنا عايز أقول حاجة، يعني أنا بكون صريح وبفتح البتاع، وعايز أفضل صريح وبفتح البتاع. أنا أما طلقت آخر مرة من حوالي 7 سنين أو أكتر، والله ما فاكر، يعني تقريبا 2015 طلقت، يعني الانفصال كان في 2015 اعتقد. ف انا زمان انا بقول دايما ولسه بقول، انا اتعمدت مسيحي في كنيسه ارثوذكسيه من ابونا اغسطينوس موريس، اللي هو عمل فيديو انا بقيت ببص بشوف السذاجه اللي موجوده في الفيديو ده. هناك ناس ايمان، فانا يعني انا شايفها بسذاجه، انا قلت خليني واضح وصريح وبلا نفاق. واعتقد ان انتم بتقولوا ان الله ما بيحبش النفاق، ما بيحبش الكذب، والله بيحب الادب، ماشي، قال افاعي وبتاع وكلام من ده. فانا بكون انا يعني عايز اقول ايه، مش إيه لا يقبله العقل، انه اللي قاله ان هو العذراء اتقطع حد ومش عارف ايه وكلام من ده، انا اعمل له فيديوهات في اليوتيوب عشان ما اضيعش وقت في الموضوع ده. فبشوف العبط اللي انا فيه، لكن هو السر كان ايه؟ ان انا كان نفسي شايف الوضع بتاع المجتمع، ولا زال هنا المجتمع، والموضوع بقى عام، يعني الموضوع بقى عام، هناك تخلف عقلي في عام عند دول الفريقين وعند الثلاث فرق دلوقتي. يعني انا الكنيسه طلعت بيان ان هي بترفض وتستنكر العنف من الاسرائيليين ومن الفلسطينيين، وقالت الفلسطينيين الاول عوائات اسرائيليين، وفي ناس ايه استاذي مثلا قال ايه الكنيسه دايما ايه بتتملق وكده، يعني انا بقول بادب، لكن هي بصراحه انا شايف الكنيسه صح، لان هو العنف والجهل احنا في وحش. انا مؤمن بان المؤامره فعلا ظهرت في يوحنا اللاهوتي، ان في وحش بيسيطر على هذا العالم اللي هو الحاحة. فانا معرض النهارده ان حد انت عايزنا وليه حاحة. فالسر بتاعي، خليني في السر بتاعي، انا دلوقتي انا عايز، انا اتجوزت 3 مرات،
اخر مره انفصلت من 2015، طلقت 2016، اتبهدلت في 2017 على ما اظن، يعني دخلت السجن واتاخدت كل يعني اتاخدت يعني فلوسي يعني، والحمد لله. فوقفت اهو على رجلي، انت شايفين انا 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 اللي بنام على المرتبه اللي ورا دي الحمراء اللي ورا دي مرتبه اخد بالك، فبنام عليها والحمد لله في سكن. والحقيقه انا عايز اقول لكم حاجه، افرض انا رجعت شغلي وما خدتش اللي انا بحبها او اللي انا الحلم بتاعي ان اتجوز واحده من خلفيه اخرى، وما فيش خلفيه اخرى في مصر غير الخلفيه المسيحيه، يعني انا من خلفيه اسلاميه، فما فيش خلفيه في مصر غير الخلفيه المسيحيه. يا ريت والله كان في خلفيات اخرى، والله كان الواحد والله ما اتكلم بجد يعني، ليه انا عايز اعمل كده ليه؟ مش عشان خاطر الخلفيه الثانيه، صح انا بتكلمكم بصدق، عشان خاطر الخلفيه الثانيه ان انا اخرج بره الامم اللي انا محطوط فيه، السجن اللي انا محطوط فيه. ولكن هناك قوانين كونيه، فانا لو في حد مثلا مسيحي عايز يتجوز واحده مسلمه لازم يخضع للقانون الاسلامي، فانا بخضع النهارده للقانون اللي هي بتقول عليه، اللي هي اهلها علشان خاطر هي كرامتها محفوظه ومصانه، يعني هي كرامتها محفوظه ومصانه تماما، وانا بقول ان انا بحب هي ما عملتش اي حاجه وهي بريئه وهي حره وهي ترفضني، ليها حق الرفض وليها حق كل حاجه، لكن انا في جوه مني حاجه اتزرعت اسمها القلب، اسمها الحب لو بتؤمنوا بيها، اسمها خيابه لو انتوا شايفين ان هي خيابه، هي اراده عقليه ان انا بحب هذه البنت وشفتها ان هي مناسبه ليا في حاجات، يعني 1 2 3 الفيديو بتاع حظ عالي ده، شوفوا يعني 1 2 3 بس مش عايز اضيع وقت الفيديو اقول الحاجات اللي انا اعجبت فيها ايه. وهناك قسوه، هناك قسوه، انا متفهم ان في قسوه، بتمنى ان هي ما تكونش طبيعتها ان هي في قسوه، لكن انا بعمل الفيديو ده ليه؟ بكلم القوى الكونيه، واذا اردت ان تصلي فصلي لابيك الذي في الخفاء، وانا بصلي لابي اللي هو مين؟ ابي اللي هو القوه الكونيه اللي هو جوايا، الروح اللي جوايا، او اللي الروح ده مجازا يعني، اللي هو الحاجه اللي جوايا، بتكلم بحكي مشاكلي، انا بحكي مشاكل الدنيا، انا مش حاسس ان سعادتي لو انا رجعت شغلي ورجعت كل حاجه من غير مش في ليس جيدا ان يكون ادم لوحده. بس هم عملوا وقت تاني رهبانه وحاجات زي كده، ما علينا انا مش قدها. اسمه ماجد الكدواني عمل فيديو جميل جدا على ان هو التجربه والبتاع والكلام من ده، انا بحب جدا دعاء اللي هو بيقول اللهم عليك اشكد ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين. وبعدين القصه لما في واحد نصراني او مسيحي سمع هذا الدعاء فانبسط فيه، انا شايف ان ده في ضعف يعني انكشاف ضعف الانساني وحاجه جميله جدا قدام القوى الكونيه. بس دلوقتي في حب، الحب انا عايز اخرج بره خلاص، اتجوزت 3 مرات وما عجبنيش، ما عرفتش اتكيف. طب ما الناحيه الثانيه انا لو اتكيفت انا مع هذه الخزعبلات وهذه ده طلعت فيه مصايب يعني شديد، مش هبقى مبسوط. بس انا عايش في مصر، وبعدين هي انا خلاص يعني انا بتمنى ان هي تكون. فاللي انا بعمله ان انا بقول ان انا خاضع تماما للقوى الكونيه اللي هي بقى. وبعدين انا بعمل فيديو ده ايه؟ مش قال لك يعني لو في 2 أو 3 اسمع انا اكتر يعني الظهر هو بيسمعش قوي الا لما يكون في ناس هم يعني ايه يشوفوا كده، فانا بحكي هذه القصه 2 أو 3 فشوف بقى كم واحد هيشوف الفيديو ده. فانا بتمنى، طب انا افرض انا مستعد للحلم ده دلوقتي، حتى لو انا خسرت شغلي وخسرت كل حاجه، طب وخسرت سكني وخسرت لو خسرت سكني وخسرت يعني حياتي، انا عايز الحلم ده. الحلم هو ده. طب انا مؤمن بالقوانين، مؤمن بالله، مؤمن بكل حاجه، بس مش ممكن الله يبقى الخزعبلات، مش ممكن الله يدينا عقل ويدينا شرايع مخالفه لهذه العقل، سواء ابن رشد قال ولا مش ابن رشد، يعني انا مثلا استاذ كافرين واستاذ مش عفيف هم بيقولوا حاجات انا بؤمن بهذه الحاجات بقولها. الصدق، اعرف الصدق، اعرف الامانه، ما اعرفش الكذب عشان مجد الله، ما اعرفش الكذب عشان مجد الله زي ما بولس قال. لا ما اعرفش ده، فانا صدق، انا بحبك بصدق، بتمناكي بصدق، واتمنى ان الصدق إيه.